نعرف إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب، دلوقتي بقى اسمه إله إيه؟ دانيال. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. إصحاح 12 من سفر دانيال. في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. في ذلك الوقت، ما نقدرش نفصل الكلام ده عن اللي فات، عشان كده لما كنت بتكلم في نهاية إصحاح 11 بقول ان تفسير الروحي لاخر الجزء ده هيدخلنا ببساطة على فهم إصحاح 12. ففي ذلك الوقت احنا كنا بنتكلم على ايه في اخر إصحاح 11؟ على موقف آخر حاجة ذكرناها في إصحاح 11، موقف الصليب والمياه الحية الخارجة نصها ناحية الشرق والغرب. ففي ذلك الوقت مشكلة كثير من المفسرين في تفسير سفر دانيال وفي إصحاح 12 بالأخص، أنهم حاولوا يطبقوا الكلام على نهاية الأيام، يعني عند المجيء الثاني. فلما حاولوا يطبقوا الكلام على نهاية الأيام طلع السفر كله مجرد حاجات مبهمة، يا عالم هنشوفها ولا مش هنشوفها، فخسرنا منه المعنى الحلو والعمق الروحي اللاهوتي اللي بيشرح لينا عمل الله في شخص المسيح وخلاص الله لينا في شخص المسيح. فهنا بيقول في ذلك الوقت، يعني في وقت الصليب، في وقت الصليب ايه اللي حصل في ذلك الوقت؟ في وقت الصليب يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك. يقوم يعني ايه؟ يعني هو كان قاعد وقام ولا كان ميت وحي؟ يعني ايه يقوم؟ يعني ايه يقوم؟ انا عايز اقول لكم حاجة لطيفة خالص تقرب لكم المعنى ده. تعرفوا يوم الجمعة العظيمة، بنيجي يوم الجمعة العظيمة بعد ما نخلص الجمعة العظيمة الصبح بنعمل طقس بالليل اسمه ليلة ايه؟ أبو غلامسيس. وليلة أبو غلامسيس بنقرأ فيه سفر الرؤيا. هل حد فكر اشمعنى احنا بنقرأ سفر الرؤيا في ليلة أبو غلامسيس؟ اشمعنى يعني يوم الجمعة العظيمة نيجي بالليل نقول نعمل نقرأ سفر الرؤيا؟ لأن سفر الرؤيا بيتكلم في أكثر في غالبية مواضعه ومواضيعه عن اللي حصل يوم الصليب، ولكن اللي حصل في صورة غير منظورة. يعني إيه؟ يعني الجمعة الصبح بنقرأ في الأناجيل ايه اللي عملوه مع شخص الرب يسوع، بنقرا عن الاحداث اللي حصلت مع الرب يسوع وكل الناس شايفينها، بنقرا انهم ضربوه وانهم تفلوا عليه وانهم لبسوه اكليل شوك وعلقوه على الصليب وسمروه وطعنوه في جنبه ونزلوه من على الصليب وحطوه في القبر. بنقرا الكلام ده كله، كل دي احداث كانت مكشوفة للكل. لكن اللي ما كانش مكشوف للكل، اللي ما كانتش الناس عارفاه،
يا ترى ايه اللي بيحصل في العالم غير المنظور؟ ايه اللي بيحصل بين مملكة الله ومملكة الشيطان في اليوم ده؟ ده اللي حكاه سفر الرؤيا، ان هو حكى على اللي حصل في يوم الصليب. في يوم الصليب برضو مشكلة تفسير سفر الرؤيا مرتبطة بمشكلة تفسير سفر دانيال، ان غالبية المفسرين بيحاول يفسر سفر الرؤيا زي ما بيفسر سفر دانيال على نهاية الأيام. صحيح في حاجات عن نهاية الأيام، مش بنكر كده، ولكن في حاجات كتيرة جدا عن اللي حصل يوم الصليب، ولكن بياخدوش بالهم ان ده يوم الصليب مش نهاية الأيام. وهذا المذكور في سفر دانيال في عدد واحد مثل من الأمثلة اللي الناس ما بتاخدش بالها منه، عشان بيفكروا ان الكلام ده عن نهاية الأيام. الكلام ده مش عن نهاية العالم، الكلام ده عن يوم الصليب اللي بيعتبر في لغة الكتاب المقدس الأيام الأخيرة. الأيام الأخيرة. فبيقول في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك. يقوم ميخائيل يعني ينهض ميخائيل للحرب. ينهض ميخائيل للحرب. أتاري أنه هو حصل في هذا اليوم حرب قوية جدا وحرب عظيمة جدا ما بين ميخائيل وملائكته وإبليس وملائكته. هنا بقى حرب غير منظورة اللي حصلت في ذلك الوقت، وده اللي اتكلم عنه في سفر الرؤيا في إصحاح 12. يقول إيه سفر الرؤيا في إصحاح 12 في عدد 7؟ وحدثت حرب في السماء. أما يقول حدثت حرب في السماء يعني حرب غير إيه؟ غير منظورة. الأناجيل بتتكلم عن يوم الصليب على الأرض، لكن سفر الرؤيا بيتكلم عن يوم الصليب على عن السماء، في السماء. الأناجيل كانت بتتكلم من ناحية المنظورة اللي بيحصل، الأحداث المنظورة، لكن سفر الرؤيا بيتكلم عن الأحداث غير المنظورة. فبيقول حدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، والتنين اللي هو إبليس، وحاربوا التنين وملائكته ولم يقووا. لم يقووا يعني إبليس التنين وملائكته ما قدروش يواجهوا ميخائيل وملائكته، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. هو اليوم ده في ذلك الوقت اللي إبليس وقع من السماء. وقع بمعنى انه ما بقاش ليه سلطان يدخل السماء تاني، ما بقاش اتبعد عن السماء نهائي. لانه كان قبل كده لو تذكروا في قصة ايوب، لما بيقول اجتمع اولاد الله حوالين الله، وجه ابليس في النص، الشيطان في النص، وقال له انت جاي منين؟ قال له انا جاي من الجولان في الارض. قال له حطيت ايدك على عبد ايوب، وابتدت القصة بتاعت ايوب. فواضح ان ابليس كان بينزل على الارض يعمل زي ما هو عايز، يبهدل في الناس زي ما هو عايز، ويطلع فوق في السماء ويدخل السماء ويقف قدام الله ويبتدي يشتكي على اولاد الله. فهذا الموضوع استمر طول الفترة قبل مجيء السيد المسيح لغاية ذلك الوقت، لغاية يوم الصليب. أما دخلت حرب بقى، أما لقوا أن البار القدوس، لما إبليس كمل كأس الخطية بتاعه، أما إبليس عمل أبشع جريمة عملها في تاريخه كله، ان هو مشي ورا صلب القدوس الذي بلا خطيه والذي لم يوجد فيه مكر او غش. في ذلك الوقت قام ميخائيل وملائكته
يحاربوا إبليس وملائكته. فبيقول فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. فبيقول في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك. يعني إيه القائم لبني شعبك؟ يعني اللي بيعمل لمصلحة شعبك، لأنه فعلا اللي حصل ده كان لمصلحة أولاد الله. ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. طبعا في يوم الصليب كان يوم ضيق من كل النواحي. أولا بالنسبة لشخص السيد المسيح كان ضيق عظيم، لأنه كان في ألم فظيع جدا. ولكن من ناحية تانية بالنسبة لمملكة إبليس كان ضيق عظيم، لأن إبليس عارف أن نهايته جات. في ذلك اليوم طرح إبليس في الهاوية، يقول رأيت ملاكا نازلا من السماء مع مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة، ده في سفر الرؤيا، وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمن النسيان. رؤيا 20:1-30. يوم الصليب كان يوم ضيق، يوم ضيق من الناحية الجسدية والنفسية للرب يسوع بسبب الألام، يوم ضيق لإبليس لأنه بياخد نتيجة جريمته البشعة ويوم نهايته، وكان يوم ضيق لأتباع المسيح التلاميذ أنهم كانوا في خوف ورعب إن كانوا هكذا فعلوا بالعود الرطب فكم يفعلوا بالعود اليابس. إذا كانوا عملوا بمعلمهم كده هيعملوا معهم إيه؟ فكان يوم ضيق وكان يوم صعب، حتى الشمس ظلمت والأرض زلزلت، كان يوم صعب جدا. وهذا اليوم في صعوبته بقى مثال ليوم الدينونة، مثال ليوم الدينونة اللي جاي. وهو فعلا كان يوم دينونة، لأنه كان يوم دينونة لإبليس وقواته، ولكن ما كانش يوم الدينونة العامة لكل البشر، لكن كان يوم صعب. عشان كده بيقول إنه يكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، ينجى شعبك، لأن يوم الصليب صار يوم خلاص ويوم نجاة الكثيرين المكتوبين في سفر الحياة. كل من يوجد مكتوبا في سفر الحياة خلص أو نال قوة الخلاص في هذا اليوم. واسترد الرب كل النفوس المأسورة في قبضة إبليس. زي ما بيقول بولس الرسول سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. فده يوم الصليب. طبعا في تفسير انه بيقولوا الكلام ده في نهاية الأيام، لكن أنا شايف بنعمة ربنا إن الموضوع ماشي في سلاسة، انه بيتكلم عن يوم الصليب. نيجي لعدد 7، آسف، عدد 2، وده اللي خلى المفسرين يفكروا ان ده نهاية الأيام. كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. فلما سمعوا كلمة كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء للحياة الأبدية هؤلاء للعار للازدراء الأبدي، فكروا أن دي القيامة العامة، وكتبوا عنها أنها للقيامة العامة.
لكن الحقيقة هي مش القيامة العامة، مش القيامة الثانية، دي القيامة الأولى. ليه مش القيامة العامة؟ لأنه هنا بيقول كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون. كثيرون، كلمة كثيرون دي يعني إيه؟ مش كل الناس. يبقى إزاي نقول إنها القيامة العامة؟ هو بيقول كثيرون، فما تنفعش إنها تبقى كل الناس. هو بيتكلم عن حاجتين، بيتكلم عن الناس اللي قاموا يوم الصليب، لأن فعلا يوم الصليب بيقول إن قبور تشققت وكثير من الراقدين إيه؟ قاموا وظهروا الكثيرين. يعني يوم الجمعة العظيمة في ناس قاموا، في ناس فعلا قاموا وظهروا الكثيرين. يعني حكاية القيامة اللي حصلت يوم الصليب دي كانت في متى 27:51-53، يقول الأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. ففي ناس قامت فعلا، ولكن مقابل هذه القيامة في ناس عصرت وضاعت. ففي ناس دخلت للحياة الجديدة وفي ناس دخلت تحت الدينونة. ده اللي بنسميه القيامة الأولى، زي ما بيقول في سفر الرؤيا: مبارك ومقدس من له النصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. ده في رؤيا 20:6. فاللي نصيب في القيامة الأولى يعني القيامة الروحية، إن هو قام للحياة الجديدة، ما يبقاش الموت الثاني ليه سلطان عليه اللي هو الموت الأبدي. ولكن اللي ملوش نصيب في القيامة الأولى ده اللي هو نهايته إلى العار وازدراء الأبدي، هيبقى للموت الثاني سلطان عليه. في إنجيل القديس يوحنا في إصحاح 5:24 قال السيد المسيح حاجة ورجع قال في عدد 28 حاجة تانية. في عدد 24 قال إن كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى الدينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. عدد 25 الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. يعني بيتكلم عن قيامة، لكن قيامة إمتى؟ خدت بالك هو قال إيه؟ قال تأتي ساعة وهي الآن، تأتي ساعة وهي الآن، يعني بيتكلم عن قيامة دلوقتي. حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، يبقى في قيامة الآن. لما نسمع صوت ابن الله يعني نسمع صوت المسيح المتكلم بالكلمة، والكلمة أو سماع صوت المسيح يبقى سبب قيامة لينا الآن. دي القيامة الأولى، القيامة الروحية، القيامة الأولى. لكن في عدد 28 قال حاجة تانية: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. جميع، دي قيامة أنهي؟ قيامة العامة. هيسمعوا برضو صوت ابن الله في القيامة العامة، فهنسمع صوت ابن الله الآن، ويبقى في قيامة الآن هي القيامة الأولى، ونسمع صوت ابن الله في القيامة الثانية أو القيامة العامة. فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فهنا الملاك كان بيتكلم دانيال عن يوم الصليب وبركات يوم الصليب، فبيقول له: في ذلك اليوم يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك
ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك، كل من يوجد مكتوب في السفر. فبيقول له إن في ذلك اليوم، في يوم الصليب، هيكون حرب جديدة ما بين ميخائيل وملائكته والشيطان وملائكته، وهذه الحرب تؤدي إلى نجاة شعب الله. وبعدين في ذلك اليوم تبدأ القيامة الأولى، هتبدأ القيامة الأولى أو القيامة الروحية، بدليل إن ناس من القبور فعلا إيه؟ قامت في يوم الصليب، ناس فعلا من القبور قامت. فده دليل إن يوم الصليب هو كان يوم بدء القيامة الأولى، القيامة الروحية. كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية. يعني اللي هيطلعوا من تراب الأرض دول، اللي هينالوا نصيب في القيامة الأولى هيبقى الحياة الأبدية. ولكن هؤلاء يعني ناس تانيين بقى اللي مالهمش نصيب في القيامة الأولى، هيبقى نصيبهم العار للإصدراء الأبدي اللي هو الموت الأبدي. والفاهمون يضيئون قضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. أما أنت يا دانيال فخف الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية. هنا نقول النهاية إيه؟ وقت النهاية. يعني هو معقول ربنا هيقول لدانيال اختم مع السفر لغاية نهاية العالم؟ طب هو ساعة نهاية العالم هنفتح سفر دانيال؟ ما هيبقى كل حاجة شفناها عيانا بيانا بقى ودخلنا على السماء. لكن يقصد اختم عليها الوقت النهاية، يعني الكلام ده مش هيوضح إلا في وقت النهاية. النهاية اللي هي إيه؟ الأيام الأخيرة اللي هي صلب وموت وقيامة المسيح وحلول الروح القدس اللي اتكلمنا عليه قبل كده. كثيرون يتصفحونه، قال إن السفر ده كثيرون يتصفحونه. والمعرفة تزداد، يعني نشكر ربنا إنه أجيال بعد أجيال ربنا بيكشف حاجات أكتر في سفر دانيال وحاجات أعمق، وأكيد في حاجات إحنا لسه ما عرفناش أو لسه ما فهمناهاش في هذا السفر، لأن المعرفة تزداد بدراسة هذا السفر. Thank you.